فيها انساتي سادتي من استاد القاهره بنقل لكم اولى مباراه كاس افريقيا للانديه الابطال بين فريق المريخ السوداني الشقيق والنادي الاهلي. المريخ بيتكون من دول حامد بريمه، خط الظهر من يمين للشمال جلال كباتا، مجدى التاج، حسن ابراهيم العطا، خط النص ابراهوما عادل امين سامي عز الدين، والهجوم عطا وسيكا وعمار خالد. اما فريق النادي الاهلي فبيتكون من جول ثابت البطل، خط الظهر من يمين للشمال حسام البدري، ماهر امام، مصطفى يونس، ربيع ياسين، خط النص علاء ميهوب، مجد عبد الغني، مختار مختار، والهجوم زكريا ناصف، محمود الخطيب، وطاهر ابو زيد. وابو زريع جمال وراشد نجيب. البرتي ادريس من المغرب، والحكم الرابع محمد حسام الدين، وصفر وابتدت الكوره ورا لمجدي عبد الغني، مصطفى يونس بيلعبها عاليه فوق طويله بتعدي تروح للباك رايت بيخطفها منه زكريا وماشي، انما في فاول. ماهر لعلاء، علاء بتقطع منه وتطول يطلع ثابت البطل ويشوط. برافو يا ثابت، لانه كان سيكاك لعادل امين، عادل امين بيلعب كره عاليه، ثابت البطل بالبوكس على طول بايده لمختار، مختار لعلاء لطاهر بسنيدارو بيلعبها عاليه عاليه عاليه، عايز يلعبها في الزاويه البعيده انما عاليه، يجري عليها مزدا لطاهر لمختار، مختار حلو العلاء، علاء بيلم الكرة وبرجله الشمال انما في الزاوية اللي واقف فيها الجول حامد. برافو برافو يا حامد. ماشي ربيع من ناحية الشمال بيلم الكرة وعلى الأرض، حلوة المختار، مختار لفه بيلعبها بالعرض، الخطيب بيلم الكرة لطاهر أبو زيد، آخر اتلمح عليها يا 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 كرة طاهر، هو جول بيلعبها ضعيفة فين؟ حامد بريمة. افراد قافلين الجول تمام، والخطيب بيركنها، يا سلام برافو 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 يا حامد، برافو يا حامد، يطلعها كورنر، ياخدها طاهر على صدره ودخل ويتزحلق ويعمل لعبة الفرملة، علاء ميهوب حلوة لحسام البدري، ماشي حسام، طولت منه طولت منه، تطلع بره لابراهامو بيلعبها طويله ناحيه الوينج رايت، داخل معاه ابراهيم بيعدي، انما كينيتي كينيتي عشان كده ربيع ياسين تتحسب ضربه جزاء لفريق المريخ. لعبت الكرة على طول لحسام البدري، حسام بيلعبها بالعرض تروح لمختار بيشوط، انما تروح للخطيب يلعبها تلمس واحد وتطلع الكرة كورنر، كورنر من ناحية الشمال، وعلى ساعة تانية فات 45 دقيقة، والخطيب جنب رايت الكورنر هيرفع برجله اليمين وشاط كرة عالية على طول حسام البدري، طاح الباك حلوة نمرة خمسة بتاج حسن بيطلعها من قلب الجول، ملعوبة انما
بيطلعها ويصفر الحكم بانتهاء الشوط الاول واللي هيبدا ضربه البدايه فريق المريخ. الكوره تعبت راحت ليوسف سامي عز الدين على الارض لمجدي عبد الغني يشوط كره من بعيد. شوطه حلوه يا مجدي. زي ما احنا شايفين الاعاده يا دوبك لمس العارضه لعبت كره على طول لزكريا لعلاء طاهر بيشوط انما جول. برافو جول كويس فعلا حامد بريمه جول كويس. مختار ماشي عدى من واحد وبيلم الكرة وفات وعلى الارض لطاهر وان تو تاني بره لم الكرة ولعبها عالية على طول بدماغه يا علاء يا علاء. مزدا لعمار خالد بيلعبها ناحية اليمين لمزدا وبيلعبها بالعرض ويخش معانا. برافو مصطفى حسام اتلعبت الكرة على طول علاء ميهوب روح للخطيب الخطيب لمختار يلا مختار فات من جوه لطاهر وطاهر بيشوط يا رابع نقلة حسام البدري حسام بيلعب كرة على يطلع جول كيبر يمسك الكرة بتقع من ايده وتخبط في واحد ويطلعها التاج حسن بره كورنر ياخدها منه الهاف انما مختار اختفى وفات من واحد والتاني وبيلعبها بالعرض على طول بالمرمى وابتدى جول. طاهر ابو زيد بيركنها انما حامد لمجدي كور ضيقه دي ما منهاش فايده ابدا لطاهر اللي بيشوط تخبط في واحد وتروح للخطاب ويقطعها من قدامه ده السرد بقى التاج حسن ويطلع كوره كورنر هو الجول الخطير كان. شايف سمير فوزي بيسخن لعلاء خالد بيلعبها بقى بيطلع الكوره التاج حسن من جوه الجول. طلعها من جوه جول شاط كرة عالية حسام لطاهر بيشوطها انما عالية بره بيصلحها على رجله لخالد جل الله خالد لمختار على صدره وبيعدي وماشي اخر فرصة وفات من ناحية الشمال وبيلعبها بالعرض مش لحد يخطبها طاهر ابو زيد صالح النادي على سنة تانية انتهى الوقت الاصلي وضع شوط الخطيب صفر الحكم بانتهاء المباراة والنتيجة 1-0 المريخ. وانا في الحقيقة بأني فريق المريخ على الجيم الكبير اللي لعبوه. سيداتي انساتي سادتي من استاد القاهرة بننقل اليكم اولى مباراة كأس افريقيا للاندية الابطال بين فريق المريخ السوداني الشقيق والنادي الاهلي. المريخ بيتكون من جول حامد بريمة خط الظهر من يمين للشمال جلال كباتا مازدا التاج حسن ابراهيم العطا خط النص ابراهوما عادل امين سامي عز الدين والهجوم عطا وسيكا وعمار
خارج. اما فريق النادي الاهلي فبيتكون من دول: ثابت البطل، خط الظهر من اليمين للشمال حسام البدري، ماهر عمام، مصطفى يونس، ربيع ياسين، خط النص علاء ميهوب، مجدي عبد الغني، مختار مختار، والهجوم زكريا ناصف، محمود الخطيب، وطاهر ابو زيد. وابو زريع جمال وراشد نجيب. الجابتي ادريس من المغرب، والحكم الرابع محمد حسام الدين، وصفر وابتدت الكوره ورا لمجدي عبد الغني، مصطفى يونس بيلعبها عاليه فوق طويله بتعدي تروح للباك رايت تخطفها منه زكريا وماشي، انما في فاول. ماهر لعلاء، علاء تتقطع منه وتطول، يطلع ثابت البطل ويشوط. برافو يا ثابت، لانه كان سيكاك لعادل امين. عادل امين بيلعب كره عليها، ثابت البطل بالبوكس على طول بايده لمختار، مختار لعلاء، لطاهر بسنيدارو بيلعبها عاليه عاليه عاليه، عايز يلعبها في الزاويه البعيده انما عاليه، يجري عليها مزدا لطاهر، لمختار، مختار حلو العلاء، علاء بيلم الكرة وبرجله الشمال انما في الزاوية اللي واقف فيها الجول حامد. برافو برافو يا حامد. ماشي ربيع من ناحية الشمال بيلم الكرة وعلى الأرض، حلوة المختار، مختار لفه بيلعبها بالعرض، الخطيب بيلم الكرة لطاهر أبو زيد، عارف يترمى عليها، يا 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 كرة طاهر هو وجول بيلعبها ضعيفة فين؟ حامد برينا. افراد قافلين الجول تمام، والخطيب بيركنها يا سلام. برافو 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 يا حامد، برافو يا حامد، يطلعها كورنا، ياخدها طاهر على صدره ودخل ويتزحلق ويعمل لعبة الفرملة. علاء ميهوب حلوة لحسام البدري، ماشي حسام، طولت منه طولت منه، تطلع بره لابراهامو بيلعبها طويله ناحيه الوينج رايت، داخل معاه ابراهيم بيعدي، انما كينيتي كينيتي عشان كده ربيع ياسين تتحسب ضربه جزاء لفريق المريخ. تعبت الكرة على طول لحسام البدري، حسام بيلعبها بالعرض تروح لمختار بيشوط، لما تروح للخطيب يلعبها تلمس واحد وتطلع الكرة كورنر. كورنر من ناحية الشمال، وعلى ساعة تانية فات 45 دقيقة، والخطيب جنب رايت الكورنر هيرفع رجله اليمين وشاط كرة عالية على طول حسام البدري، طحن باك حلوة نمرة خمسة بتاك حسن بيطلعها من قلب الجول، ملعوبة انما بيطلعها ويصفر الحكم بانتهاء الشوط الاول، واللي هيبدا ضربة البداية فريق المريخ. الكورة تعبت راحت ليوسف سامي عز الدين على الارض لمجدي عبد الغني يشوط كرة من بعيد، شوطة حلوة يا مجدي. احنا شايفين الإعادة يا دوبك لمست العارضة، لعبت كرة على طول لزكريا لعلاء
طاهر بيشوط. انما جول، برافو، جول كويس فعلا حامد بريمة، جول كويس. مختار ماشي، عدى من واحد وبيلم الكره وفات وعلى الارض لطاهر، وان تو تاني بره، لم الكره ولعبها عاليه على طول بدماغه. يا علاء يا علاء، مزدا لعمار خالد، بيلعبها ناحيه اليمين لمزدا وبيلعبها بالعرض ويخش معانا، برافو مصطفى حسام، واتلعبت الكره على طول علاء ميهوب، روح للخطيب، الخطيب لمختار، يلا مختار فات من جوه لطاهر، وطاهر بيشوط، يا رابع نقله حسام البدري، حسام بيلعب كره على يطلع جول كيبر، يمسك الكره بتاع من ايده وتخبط في واحد ويطلعها، التاج حسن بره كورنر، ياخدها منه الهاف، انما مختار اختفى وفات من واحد والتاني وبيلعبها بالعرض على طول بالمرمى، وانت يا جول طاهر ابو زيد بيركنها، انما حامد لمجدي، كور الضيقه دي ما منهاش فايده ابدا، لطاهر اللي بيشوط تخبط في واحد وتروح للخطاب، واو يقطعها من قدامه، ده سند باك التاج حسن، ويطلع كوره كورنر، هو هو الجول الخطير كان، شايف سمير فوزي بيسخن لعلاء، خالد بيلعبها بالعرض، بيطلع الكورة، بيطلع الكورة، التاج حسن من جوه الجول، خطير بيطلعها من جوه الجول، شاط كرة عالية، حسام لطاهر بيشوطها، إنما عالية بره، صلاحها على رجله لخالد جل الله، خالد لمختار على صدره وبيعدي وماشي، آخر فرصة وفات من ناحية الشمال وبيلعبها بالعرض، مش لحد يخطبها، طاهر أبو زيد شوط خطير، وشاط النادي الاهلي محمود الخطيب في الوقت الضائع، على ساعة تانية فات دقيقتين ونص، طلع جول كيبر، روحه عظيمة جدا حامد بريمة، طلع بعد ما جاب الخطيب الجول طلع سلم عليه، يصفر الحكم بانتهاء المباراة، والنتيجة 1-0 المريخ، وانا في الحقيقة بأني فريق المريخ على الجيم الكبير اللي لعبوه. الكورة ورا لمجدي عبد الغني، مصطفى يونس بيلعبها عالية فوق طويلة بتعدي، يروح للباك رايت يخطفها منه زكريا وماشي، انما في فاول، ماهر لعلاء، علاء تتقطع منه وتطول، يطلع ثابت البطل ويشوط، برافو يا ثابت، لان كان سيكا لعادل امين، عادل امين بيلعب كره عليها، ثابت البطل بالبوكس على طول بايده لمختار، مختار لعلاء لطاهر بسنداره، بيلعبها عالية عالية عالية، عايز يلعبها في الزاوية البعيدة انما عالية، يجري عليها مزدا لطاهر لمختار، مختار حلو لعلاء، علاء بيلم الكورة وبرجله الشمال، انما في الزاوية اللي واقف فيها الجول حامد، برافو برافو يا حامد، ماشي ربيع من ناحية الشمال بيلم الكورة وعلى الأرض، حلوة المختار
مختار لفه بيلعبها بالعرض. الخطيب بيلم الكوره لطاهر ابو زيد. اخر اتلم عليها يا 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 كره طاهر جوه وجول بيلعبها ضعيفه في حامد برين. افراد افرين الجول تمام والخطيب بيركنها. برافو يا حامد، برافو يا حامد، يطلعها كورنر. ياخدها طاهر على صدره ودخل ويتزحلق ويعمل لعبة الفرملة على ميهوب حلوة لحسام البدري. ماشي حسام. طولت منه تطلع بره. ابراهامو بيلعبها طويلة ناحية الوينج رايت، داخل معاه ابراهيم بيعدي، انما كينيتي عشان كده ربيع ياسين تتحسب ضربة جزاء لفريق المريخ. لعبت الكرة على طول لحسام البدري. حسام بيلعبها بالعرض، تروح لمختار بيشوط، لما تروح للخطيب يلعبها تلمس واحد وتطلع كرة كورنر من ناحية الشمال. وعلى ساعة تانا فات 45 دقيقة والخطيب جنب رايت الكورنر هيرفع رجله اليمين وشاط كرة عالية على طول حسام البدري. طاح الباك حلوة نمرة خمسة بتاك حسن بيطلعها من قلب الجول. ملعوبة انما بيطلعها ويصفر الحكم بانتهاء الشوط الاول، واللي هيبدا ضربة البداية فريق المريخ. الكورة اتلعبت راحت ليوسف سامي عز الدين على الارض لمجدي عبد الغني يشوط كرة من بعيد. شوطة حلوة يا مجدي. احنا شايفين الإعادة يا دوبك لمست العارضة، لعبت كرة على طول لزكريا لعلاء طاهر بيشوط، إنما جول برافو، جول كويس فعلا حامد بريمة، جول كويس. مختار ماشي عدى من واحد وبيلم الكرة وفات وعلى الأرض لطاهر وان تو تاني بره، لم الكرة ولعبها عالية على طول بدماغه يا علاء يا علاء. مزدا لعمار خالد بيلعبها ناحية اليمين لمزدا وبيلعبها بالعرض ويخش معاه برافو مصطفى حسام، واتلعبت الكرة على طول علاء ميهوب. روح للخطيب، الخطيب لمختار، يلا مختار فات من جوه لطاهر وطاهر بيشوط يا رابع نقله حسام البدري. حسام بيلعب كره على يطلع جول كيبر يمسك الكره بتطلع من ايده وتخبط في واحد ويطلعها التاج حسن بره كورنر، ياخدها منه الهاف، انما مختار اختفى وفات من واحد والتاني وبيلعبها بالعرض على طول بالمره. وانت يا جول طاهر ابو زيد بيركنها، انما حامد لمجدي الكوره دي ما منهاش فايده ابدا لطاهر اللي بيشوط تخبط في واحد وتروح للخطاب ويقطعها من قدامه السيرد باك التاج حسن ويطلع كوره كورنر هو والجول الخطيب كان. شايف سمير فوزي بيسخن لعلاء خالد بيلعبها بالعرض بيطلع الكوره التاج حسن من جوه الجول. خطيب بيطلعها من جوه الجول
شاط كرة عالية حسام لطاهر بيشوطها انما عالية بره وصلحها على رجله لخالد جد الله خالد لمختار على صدره وبيعدي وماشي اخر فرصة وفات من ناحية الشمال وبيلعبها بالعرض مش لحد يخطبها طاهر ابو زيد شوط خطير وشاط النادي الاهلي محمود الخطير في الوقت الضائع على ساعه ثانيه فات دقيقتين ونص وطلع جول كيبر روحه عظيمه جدا حامد كريمة طلع بعد ما جاب الخطيب الجول طلع سلم عليه صفر الحكم بانتهاء المباراة والنتيجة 1-0 المريخ وانا في الحقيقة باني فريق المريخ على الجيم الكبير اللي